أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. وجه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي التهنئة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بعد فوزه بثقة الشعب المصري لدورة رئاسية جديدة. أصدر النادي بيان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقة الشعب المصري الغالية وتوليه مسؤولية البلاد فترة رئاسية جديدة، متمنين لسيادته كل النجاح والتوفيق لمواصلة مسيرة العطاء لتحقيق المزيد من الرخاء والاستقرار لمصرنا الحبيبة. يعقد النادي الأهلي مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء بمقر النادي بالجزيرة للكشف عن تفاصيل بطولة الأهلي الدبلوماسية التي تنطلق على ملاعب فرع النادي بالشيخ زايد يوم 13 من إبريل الجاري، وتقام المباريات يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع ولمدة 3 أسابيع. وينظم النادي هذه البطولة بالشراكة مع السفارة الألمانية بالقاهرة بمشاركة 24 فريقا من هيئات مختلفة، حيث من المقرر أن تجرى القرعة بحضور سفراء ألمانيا وروسيا والهند والأرجنتين وفرنسا وهولندا وإسبانيا. ووجه الأهلي الدعوة للمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، بالإضافة إلى رئيس هيئة تنشيط السياحة. وقال خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي يولي هذا الحدث اهتماما خاصا وينتظر تنظيمه على مستوى يليق باسم ومكانة الأهلي.